أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن العملية السياسية الليبية شهدت تطورات إيجابية. رئيس المجلس الرئاسي الليبي أشار إلى مواصلة الجهود نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي. العملية السياسية في ليبيا عدة تطورات إيجابية بما فيها نتائج الجهود الحثيثة التي بذلت والتي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإضافة إلى جهود اللجنة المالية العليا التي من شأنها ترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية في مجال إنفاق المال العام وتوزيع الموارد الوطنية بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا، وإننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي. إن الشعب الليبي أيها السادة لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية، وإن الحل ينبثق من الليبيين أنفسهم، وإننا نبذل كل ما في وسعنا للتواصل مع الجميع دون استثناء واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق توافق يقود إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية دون المساس باستقلالية قرارنا وسيادة بلدنا.